انا مش هتبسط غير لما احقق كل احلامي. شيء جميل. طب هي ايه احلامك؟ اكيد ليك حلم كبير وهدف كبير نفسك تحققه. اه فعلا ده حقيقي. طب بتعمل ايه علشان تحققه؟ ما انا لسه قايل لك بحلم. للاسف هو ده حال معظمنا. لما يكون ليك هدف كبير نفسك تحققه اكيد مش هيتحقق في يوم وليله، اكيد هياخد وقت، واكيد برضه مش هيتحقق لوحده. قسموا الاهداف صغيره سهل تحقيقها، واشتغل على كل هدف منهم وانجزه، وافرح بانجازك باللي انت حققته حتى ولو كان جزء بسيط في طريق حلمك. واركنه على جنب وحقق هدف تاني وحطه فوقه، وحقق هدف تالت وحطه فوقهم. بتبني حلمك الكبير لحد ما هتتفاجئ وتلاقي نفسك حققت حاجات انت نفسك ما كنتش متخيل انك تقدر تحققها، وكنت متخيلها صعبة وبعيدة. اسعى وانت بتحلم، واطلب التوفيق والنجاح من ربنا. امشي خطوة في طريق حلمك حتى ولو كانت بسيطة. احسن الظن بربنا. انا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما يشاء. ولو وقعت قوم وكمل وقف على رجلك، بقى عندك خبرة اكتر، واكيد هتكون اتعلمت من غلطاتك اللي فاتت ومش هتكررها تاني. انت احسن من اللي لسه بدأش اصلا. انت عرفت ممكن لما حد يمشي في الطريق ده يقع فين، ومش هتقع تاني. ما تخليش الناس في حساباتك وانت بتحقق حلمك. ما تستناش ان هم هيسقفولك ويشجعوك. حفز نفسك بنفسك. ما تسمحش للإحباط انه يتمكن منك. اتوكل على ربنا واعتمد على نفسك، واستمتع بحياتك وانت في طريقك. متعة الطريق والتعب والتفكير والسهر وانت بتنجز حلمك ليها فرحة ما تقلش عن فرحتك بتحقيق حلمك نفسه. يعني الفرحة هتبقى فرحتين، فرحتك في طريقك اللي مشيته، وفرحتك بتحقيق حلمك. حلمك ملكك لوحدك مش ملك حد تاني. ما تعلقش تأخير تحقيق حلمك على شماعات زي ظروف البلد مش مساعدة، الناس بقت وحشة. ما تعيشش نفسك في دور الضحية، وان كل ده كان غصب عنك، وان المشكلة مش فيك انت، دي في كل العالم اللي حواليك. لما تلاقي نفسك كده افتكر ان في ناس كتير ظروفهم كانت اصعب من ظروفك، وحققوا احلامهم ومسمحوش لحد او لحاجة انها توقفهم ونجحوا. اوعى تنسى حلمك. فكر نفسك بيه كل يوم وكل ساعة وكل دقيقة وكل لحظة. خليه قدام عينيك، خليه حافز ليك. اوعى تكسل، اوعى تنسى، اوعى تيأس. خليك فاكر ان مفيش احلام مستحيلة، لكن ممكن تبقى في احلام صعبة شوية، احلام تاخد وقت شوية، لكن وانت في طريقك لتحقيق حلمك واحساسك ان انت عامل اللي عليك، استعد ليوم هتبقى فيه فخور بنفسك، فخور بتحقيق حلمك.